يما يما الطيران اللي راح يصير شوفوا، بس هيك عكس الزون. يلا مش مشكلة. هليكوبتر هليكوبتر باراكوبتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد وزردين، ورجعت لكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب فورتنايت، بس في فيديو اليوم راح يكون في تحدي. التحدي باختصار إنه مع كل كل راح ننزل عدد الفريمات، يعني راح نبلش 160 فريم، وراح ننزل مع كل كل راح ننزل الفريمات، يعني ل 144 120 ل 60 ل 30، طبعا 30 هو أقل إشي، فراح نحاول نوصل 30 فريم ونكمل الجيم ونفوز فيه. بدون ما نطول أكثر لا تنسوا اللايك والاشتراك، وإذا حاب تدعمني كود الشوب 3 حروف فقط HZD بتدعمني بشكل كبير، وبس استمتعوا بالفيديو. ايش اللوت هذا اليوم؟ نار اللوت والله. ايش هذا؟ شفتوه؟ نايس. نقلل الفريمات. يلا يا 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 ورا ورا الشجرة. ايش مبنيش؟ ليش مبنيش؟ احا كان في تأخير بالبناء. اوكي نايس، ما احتاج. طيب بنقلل 120. نايس. دقيقة، لا سرق الكل، سرق الكل المعفن. طيب مبنك في واحد جايني. طبعا مش راح يجي علي، لا بيجي علي انا طبعا. شفتوه شفتوه؟ وايت جاي وايت. ليش هسه هذاك بيطلع ومشينا اثنين؟ الله حرام. اوكي اخذنا كل. دقيقة دقيقة، خلينا نقلل الفريمات. تطلع جاي هايل هايل. يمه يما الفرمات هيك 60 يا جماعة. انت نايس. انا قلت 30؟ لا يا جماعة، يا عفو ربنا كيف بدي العب هيك؟ لا 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 يا جماعة، لا تكفون. كيف بدي العب زي اوح معيش موارد كمان؟ نحكي خليها معاي مع ايكيا. يا عفو الله الوضع مش طبيعي. بس اذا قتلت حدا انا ايش بدي اعمل انا؟ ما حسبت حساب هاي النقطة. معيش موارد يا كلب، لا تخبط. خلص اذا جبنا كل مش راح، اذا جبنا كل يعني اذا احا لا لا يا عفو الله يا الفريمات.
No más. يا اخوان مش طبيعي الوضع. مش طبيعي. يلا نعيد نعيد كمان مرة كمان مرة. اوكي. نحن وقعت. الشيست نايس. ايه مين هذول؟ هذول برموا هدايا برضو؟ ها تا تا انا شو بدي بهاي؟ بدي هدية 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 ايش ايش هاي هديتي؟ طيب يلا امشوا ماشي صار يمشوا ماشي والله حبيبي ايوه 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 هيا ادعس واحد انا طاير والله دعسته مسكين والله ما توقعت طار هالقد والله مسكين صح انا قتلت واحد دقيقة دقيقة نسيت انا نحن تذكرت ناس التحدي حلو جابت لك علي والله صفر بشكله نايس طيب خلنا نقلل عشان راح الزون بسرعة اوكي في واحد اوكي وين؟ ليتس جو اخوان هسه بقدر بس اخش الزوم في مجال اوكي نقلل الطريق 60 الله يستر اوكي في واحد هناك المشكلة هذا السلاح في وصلت بعيد لا اوكي مع سنايبر بس هو ون مبدئيا اي واحد طلع ذاك كيف راح يطلق علي طلع اوش في كمان واحد هون مش شايفه والله تكفى 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 حرام حرام يا جماعة ايم ايم رايت هناك طب نشيل ده بدو ممكن بس دقيقة 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 بس دقيقة الجودة يا خرا ممكن ثواني بس اقلل الجودة ثواني بس ها عشان العب معك يلا تعال ليش اقللها انا وين نزل هو وين اوكي في ما لوت هون يا رب موارد زيادة اخذ لا 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 دقيقة يا كلب نو عالي هاي يا خلنا نخش الزون
هم الفريمات. اوكي سبايدر مان حول بيطير صح؟ ثاني وين بالبش صح؟ وين؟ اه بس انا وياه باقي. يا الله يا الله. لا والله الفرنات. وين وين بكسر هذا مش شايف والله. لا حرام. ثلاثة وعشرين نايس. لا وقع. ليتس جو ليتس جو يا جماعة. حلينا التحدي من ثاني جيم. يا الله ابلع. يا فا الله يا اخوان على 30 فريم مستحيل حد يلعب على 30 فريم والله. يا الله هاي شوفوا 30 اف بي اس. والله تحدي جميل يا اخوان. جي 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 تحدي جميل. الله يعيده.